ايه يا ابني، يا ابني والله يا ابني عمال اسمع في حاجات كتيره قوي غريبه بقى لي يومين ثلاثه. ايش الاهلي عايز يرجع محمد فاروق، وايش اكتشفوا ان محمد فاروق عنده 32 سنه بعد ما كانوا رايحين يمضوا معاه، وايش السموسيماني مش عايز محمد فاروق. لا وكمان اسمع الجديد بجد، والله حاجه جديده بجد، بيقول لك كابتن طارق مصطفى وحسام بدري كارفين على بعض. اه ما عشان كابتن طارق مش واخد صلاحيات في الجهاز وكل حاجه، واخدها كابتن احمد ايوب وسيد معوض. اه ما هو كابتن طارق اكتشف فجاه ان كابتن حسام بدري كان ماسك المنتخب وكانوا عاطين له غساله، والغساله دي كان فيها 2 كيلو هدوم، والاثنين كيلو دول كابتن حسام بدري ما كانش ينفع يشيلهم علشان خاطر دول رايحين مع البيع. قوم كابتن طارق اكتشف ايه؟ ان هو الاثنين كيلو هدوم يا جدع، سبحان الله. وبعد كده راح مسافر معاهم توجو على حسابه هو، قال لك اصل بصوا الجواز بتاعه طلع خلصان واحنا ما عندناش اداريين عارفين الكلام ده. وكمان ايه ده، بيقول لك اكتشفوا كمان ان عمرو السلامه ما كانش عنده انذار تاني غير بعد المباراه. يا عم اسكت والله، دول ان انت موجود في الدنيا دي يا ابني، انا احتمال كنت اتشلت من كتر حاجات ان انا بسمعها في الكوره في مصر. استنى استنى، مطلوب مني ان انا اطلع اقول ان انا والله بعيد منتخب مصر وان انا مع كابتن حسام قلبا وقالبا، اللي هو يا جماعه طب لو احنا منتخب زي خلق ربنا هنشتغل انت بجد والله يا ابني. يعني يعني بجد والله انا تعبت والله في الكلام مع الناس على حسام البدر، تعبت في الكلام مع ان منتخب مصر يا جماعه، منتخب مصر خلاص ما بقاش منتخب كبير. يعني صغير ربنا رفعت بصيرتهم وكسبوا غانا، وربنا كرم الجزائر وتعادلوا 2-2. كنترول فشيخ من رياض محرز، بس ما ينفعش ان احنا نتكلم على الرياضه عشان ربنا يطبل الرياضه. بص انا سلام دلوقتي عشان خاطر هنتكلم شويه كده. الواحد فعلا بقى يومين ثلاثه بيسمع اخبار غريبه، الواحد بيسمع حاجات مريبه جدا في الكوره المصريه. يعني مستغرب قوي فكره ان الاهلي قال لك هنرجع محمد فاروق، ولما الجمهور رفض وعمل ثوره على السوشيال ميديا قال لك بيسو موسيماني يرفض عوده محمد فاروق للتحفظ على مستواه. صدقتك صدقتك انت على حق، وموسيماني هو اللي رفض ومش الجمهور خالص. عادي. طب احمد حسن بيكهام بيقول لك، احمد رمضان بيكهام اسف، بيقول لك ان هو بيحاول ان هو يضغط على وادي دجله عشان يطلع ب 12 مليون. عادي يا عم، تعالى يا عم اوديك. كان محمد هاني منافس محمد هاني بيقول لك فجاه اكتشفوا ان الاصابه بتاعته ما خفيفه شويه، يعني ينفع يلعب النهائي. وكابتن احمد شوبير كالعاده يعني الاخبار بتتسرب لوحدها، هو الوحيد اللي طلع قال لك الراجل ينفع يلعب النهائي وتطمنه. طب ما كنت تقول لهم الجمله دي بعد ماتش توجو، ولا لازم يعني تقول للجماعه انه والله الواد عايز يريح له ماتشين، الواد مصاب اصابه خفيفه، ما تقولوا الكلام ده بعد ماتش توجو، ولا لازم تقول الكلام ده دلوقتي عشان خاطر الناس تقول هو هاني مصاب فعلا ولا بيجرف على البدري ولا في ايه بالظبط؟ وكلام طالع كمان ان بيقول لك اشاعات كده وكلام اغلبيته هبد ان محمد صلاح مش مصاب بكورونا وحاجه، وان هو كرف على البدري. دي تحليلات غريبه الواحد بيسمعها هنا في مصر، بس سبحان الله ما تعرفش توصل للحقيقه. لا مفيش حاجه عندنا في مصر دي حاجه متفقين عليها، اللي هو يا جماعه طب بالنسبه استفتاء وشوشه وموسيماني احسن مدرب في مصر، انا قلت لك مفيش حاجه في مصر. احنا عندنا هنا في مصر بنسمع الكوره والله العظيم ما عشان نستمتع، لك احنا بنسمع الكوره عشان خاطر سبحان الله ما لا في ذلك حاجه. عايزين نشوف حاجات في دنيتنا غريبه. وبيقول لك ايه، ان احنا يعني عندنا فرصتين ان احنا نصعد اول ونصعد تاني، اللي هو يا اخي والله الواحد بيتعب لما تقول ان الجزائر والسنغال مخلصين بدري بدري وصاعدين، وانت تقول ان انت عندك فرصتين وممكن تصعد اول تصعد تاني في مجموعه فيها جزر القمر وكينيا. شيخت نايل شيخت نايل، وبتطلب مني مع كل المشاكل الاداريه والمشاكل الفنيه واللعيبه اللي مش طايقه حسام البدري دي انك تقول لي اقف في ظهر المنتخب. لا يا عم اقف انت في ظهره وافضل زق فيه لحد ما يوصل للمحطه، بس امان عليك لما يوصل للمحطه بتاعته قول لي هتمشوا النغمه ازاي؟ هتمشوا النغمه ان انتوا افتح بقى كل البرميل اللي كان فيه مشاكل حسام البدري ونطلعها بقى من جوه القبعه بتاعتنا ونطلع الارانب، ولا هتقعدوا تقولوا والله المنتخب ماشي وعامل اداء مقبول مع كابتن حسام البدري عشان خاطر النغمه طالبه تعريض؟ فهمونا الدنيا تبقى ماشيه ازاي الله يكرمكم، وفهمونا برضو لو محمد فاروق اكتشف ان هو عنده 31 سنه قبل ما يمضي العقود ولا بعد ما مضى العقود وقام انت فوق يهرب منه.